تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في مطلع هذا الأسبوع الذي إن شاء الله يكون أسبوع مليء بالإنجازات، مليء بالإيجابية والتفاؤل لتحقيق كل الأحلام التي نسعى وراءها. وإن شاء الله يا رب يعني من خلال هذا الأسبوع والأيام القادمة إن شاء الله الكل يعني ينعم بصحة جيدة، واللي في المستشفيات عندنا إن شاء الله يا رب الله يفرج عليهم ويطلعون من المستشفى سالمين غانمين. طاقم البرنامج معنا في بداية البرنامج نرحب فيهم، نجاة السويدي معنا في التنسيق، صبحت الله بالخير نجاة، وأيضا معنا في الإخراج ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وصبحت الله بالخير دكتورة ندى الملاشورات. عادة اليوم نحن أخرنا، ليه ما وصلتي للاستوديو؟ يا سلام، ها حقي انا يعني متاخرين انتو؟ صدق؟ شفتي عاد؟ انا شفت واير راقص في الاستوديو عشان شي صباح الورد، صباح الجمال، صباح الاحد اللي يحبه ان شاء الله، كل احد اول يوم في الاسبوع، ان شاء الله يكون اسبوع جميل وايجابي، مثل ما كل احد نقول بدوا بطاقه ايجابيه عشان يمر معاكم الاسبوع بشكل جميل. اذكركم ارقام التواصل 600-55-1414 ورسائل النصيه على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب ندخل اليوم بما ان نحن تاخرنا يعني لما طلعنا عليكم على هو، لكن ندخل في الدراسه اللي عندنا تقول بات العالم مهووس باتباع الحميات الغذائيه وفقدان الوزن، ومع ذلك يعلم عدد قليل فقط من الناس كيفيه تلاشي الدهون فعليا من الجسم. المفهوم الخاطئ الأكثر شيوعا حتى الآن هو أن الدهون تتحول إلى طاقة، وتكمن المشكلة في هذه النظرية في أنها تنتهك قانون الحفاظ على المادة التي تلتزم به جميع التفاعلات الكيميائية. يعتقد البعض أيضا أن الدهون تتحول إلى عضلات، وهذا أمر مستحيل، فيما يفترض البعض الآخر أن الدهون تخرج من الجسم عن طريق القولون. فإذا لم تكن جميع هذه الاحتمالات صحيحة، وين تروح الدهون؟ والله نروح الحين بس وين بتروح؟ ما دام ما تروح ولا واحدة من المخارج. أنا قاري دراسة قبل، شفت حتى في فيلم وثائقي عن هذا الموضوع، لكن يقول لك الجواب الصحيح هو أن الدهون تتحول إلى ثاني أكسيد الكربون والماء، حيث يخرج ثاني أكسيد الكربون عن طريق الزفير، فيما يمتزج الماء مع الدورة الدموية إلى أن يتخلص منه الجسم إما عن طريق أنتم كرام البول أو العرق بحسب البروفيسور أندرو براون. في حال خسر شخص ما 10 كيلو جرام من الدهون فإن 8.4 كيلو جرام تخرج عن طريق الرئتين، بينما تتحول 1.6 كيلو جرام المتبقية إلى ماء. وأشار الباحثون إلى أن هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون التي ينتجها الجسم عن قصد، اللي هي شو؟ تحريك العضلات، الرياضة يعني، تحريك العضلات. انزين الرياضة يعني أدفانس شوية، بس أحيانا نبغي تحريك العضلات حتى المشي، يعني هي يعني نتحرك، يعني مو بحبوب مو بشاي. إيه إنزين. المهم يذكر أن الجسم يفرز 200 جرام من ثاني أكسيد الكربون خلال الزفير عند النوم، وهو ما يعادل ما يقارب ربع الهدف اليومي المطلوب عند خسارة الوزن. يعني نفقد وزن وإحنا رقود؟ ممتاز، هاي الدراسة حبيتها خلاص. جزء النوم الجيد دكتورة يساعد بشكل كبير على تقليل أو تخفيف الوزن على هي محمود، لأن في سلوكيات كثيرة أصلا مصاحبة للسهر. بالضبط صحيح، الأكل، تغير نظام الجسم، ساعة البيولوجية، عمل هرمونات، فتشوفوا لما تنامون نوم صحي وجيد
فانتم ممكن ما نقول تخسرون وزن ولكن تحافظون على وزنكم. لاحظ الناس اللي يسرون وايد دائما وزنهم زايد مو بس بسبب الاكل, بسبب اختلال هرمونات الجسم المسؤوله عن عمليات الايض. الحين شفتوا وين تروح الدهون؟ تروح جزء منها عن طريق النفس, جزء منها تكرم عن طريق البول او العرق. عشان تشيل المدرب لما تسوي رياضه يقول لك تنفس, خذ نفس عميق, يحرص على تنفس خلال الرياضه. وايد مهم انك انت تعرف لما تسوي الرياضه حتى المشي دكتوره في لها تقنيه معينه, هذه التقنيه تمشي عليها انزين ليش؟ بتحميك من الاصابات انزين, بتوصل للنتيجه اللي انت تبغيها صحيح انزين من خلال هذه الرياضه. يعني في حد من الناس يلعب رياضه لكن يلعبها غلط. بالضبط, أسوأ شيء الرياضة الخاطئة اللي تطلع منها بإصابات بدل ما تطلع منها مستفيد. فالتنفس عامل أساسي, بنشيل المدرب دائما يركز مو بس على الحركة, يقولك على تنفسك متى, حتى متى تسوي شهيق ومتى تسوي الزفير, مو بأي وقت, لازم يكون مصاحب لحركات معينة. لما تفتح يعني قولتهم تفتح صدرك وتأخذ نفس أجل مثل هذا النفس شهيق, هذا النفس قبل الفاصل يعني. قبل الفاصل زين أطلع فاصل, أطلع فاصل ما نتواصل. صحة وسعادة, سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام, حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. على طار التنفس دكتورة, حتى يقول لك يعني اللي يمارسون رياضة اليوغا بعد اليوغا ترى صعبة والله. لا والله سهلة. أنا مارستها مرة بفصل كله عبرتني مارستها مرة, بس شو حسيتي؟ هذا هذا يعني تحسين عقب ما تتجاوز ألم المفاصل. لا الرياضة صراحة جميلة, يباني أرجع أسويها فعلا, وتساعد على التنفس والاسترخاء والقعدة السليمة بعد. تعرف كل هذا من شي مفاصل عبرتني الكبرشين. الكبرشين زين. عندنا الدكتورة في شغلة جميلة هيئة الصحة بدبي سوتها, اللي هي غيرت مسمى مركز ملتقى الأسرة زين, بيكون من اليوم اسمه مركز سعادة كبار السن. يا سلام. هذا طبعا بالتوافق مع مضمون وجوهر الرعاية الفائقة والخدمات الطبية اللي تقدمها الهيئة, عالية الجودة لهذه الفئة, الفئة اللي توفرها طبعا هيئة الصحة بدبي العديد من الخدمات لهم اللي هم كبار السن بمستوى حقيقة يفوق التوقعات. كما أسندت الهيئة قبل اعتماد المسمى الجديد إلى مجمل الاعتمادات الدولية اللي حصل عليها المركز ومجمل الشهادات شهادات التقدير الخاصة بهذا المركز من كبار المسؤولين والشخصيات والمتعاملين والمدربين, واللي أكدت من خلال تفوق المركز ورياته في خدمة كبار السن. نحن نحول هذا المسمى الجديد وفكرته, وطبعا هذا المسمى يعني راح يعكس أيضا الأهداف اللي المركز يسعى له. أكيد. معانا عبر الهاتف دكتورة سلوى سويدي مدير مركز سعادة كبار السن في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح النور. أهلا يا محمود. هلا فيك دكتورة سلوى. دكتورة أهلين. عطينا أول شيء فكرة الاسم الجديد وشو الهدف منه ومن اقترح الاسم؟ طبعا مركز سعادة كبار السن هذا شيء مو غريب على مركزنا. مركزنا كان ولا زال دائما يقدم سعادة لكبار السن, وهذا الشيء واضح لكل شخص يزور المركز. طبعا نشكر معالي حميد القطامي على ثقته بالمركز وإيمانه بالدور الكبير اللي يلعب المركز في تقديم نوعية حياة أفضل لكبار السن. احنا دائما في طب المسنين نقول احنا يهمنا إضافة حياة للسنوات وليس سنوات للحياة. نعم. يعني يهمنا أن المسن مهما عمر مهما عاش 100 سنة مثلا, هذه السنوات يعيشها بنوعية حياة جيدة. مفهوم سعادة في مرحلة الشيخوخة مفهوم جدا متميز, ويعكس رقي الدولة أو رقي الخدمات الصحية اللي تحط في بالها أن تبغي كبار السن يكونون سعداء. من ضمن الناس اللي اقترحوا علينا هذا الاسم سابقا لازم انا اذكرها طبعا معالي وزيرة السعادة عهود الرومي, من اول زيارة زارتها لمركزنا قالت لنا انتم تقدمون سعادة لكبار السن. جميل. وطبعا وما شاء الله عليها يعني تمت حتى على تواصل دائم في مركزنا ومع شوابنا والكل حبها. نعم. هذا الاقتراح كان من معالي حمد القطامي مؤخرا الاسبوع اللي فات في يوم السعادة العالمي. اكتلي يوم السعادة العالمي اقترح علي أول ما شافني الصبح قال لي شو رأيك دكتورة نغير الاسم.
قلت له محمد احنا هذا اللي نبغيه طبعا، لان احنا فعلا نقدم سعاده لكبار السن. صحيح. دكتورة سلوى، كلمينا عن الأجواء الموجودة عندكم في مركز سعادة كبار السن. طبعا شوفي، مركز سعادة كبار السن هو عبارة عن بيت باختصار، إذا نقدر نقول بيت في أباء وأمهات وعيالهم باختصار. كبار السن سواء المقيمين عندنا في المركز أو المراجعين الخارجيين هم أباءنا وأمهاتنا، لهم سنوات يترددون على المركز، فبالتالي هم شايفين أو يعتبرون المركز هو بيتهم الثاني. صحيح. تلقينهم ممكن يعني بشكل يومي موجودين عندنا، يتعاملون ويانا إحنا كموظفين المركز إن إحنا عيالهم، وإحنا أكوردينغلي بعد نتعامل وياهم على أساس أنهم أبائنا وأمهاتنا. صحيح. فهذا هذا التواصل والود والمحبة والعشرة شيء طبيعي إنها في النهاية تنتج سعادة، لأن هذا شيء مش غريب علينا إحنا طبعاً. صحيح. يعني هذا الشيء احنا نشوفه بعيننا، مجرد ما ان كبير السن يلتزم معانا في جدول معين ويمر علينا المركز بشكل يومي، تلقينا اوتوماتيكلي صار انسان سعيد. صحيح. لانه صار يكلم الناس، يسوي فيزيوثيرابي، يتلاقى علاج طبيعي طبعا، نعم علاج طبيعي طبعا، ويتلاقى مع الناس ويكون في انشطه اجتماعيه، في زيارات سواء كانت من المؤسسات إلى المركز أو من المركز إلى يعني شباب نطلعهم برا سوشيال أوتنج أو زيارات خارجية. ممتاز. هذا الشيء بحد ذاته لاحظنا مع تكراره، لاحظنا أن الشخص مهما كان كبير بالعمر وجوده في جو محفز، جو إيجابي اجتماعي محفز، لاحظنا أن الناس طبعا قلت عندهم نسبة الاكتئاب، موضوع الخرف والنسيان والزهايمر يقل نوعا ما مع وجود محفزات اجتماعية ووجود المسلسل الإيجابي. جميل. هذا وصلكم بعد كذلك إلى نسبة رضا المتعاملين ووصل تقريبا وصل 100%. وصل 100% لآخر سنتين في 2016 و2017، وكنا حاطين إيدنا على قلبنا في 2016 وإحنا نتري النتيجة، لأن لما توصل ل 100% صعب أنك ما بترضى ب 99%. صحيح. 99% بنعتبرها شيء غلط، صار في شيء غلط. طيب هذا بعد نفس الشيء يخليني أشكر كل موظف وموظفة في المركز اللي خلانا نوصل لهالمرحلة من رضا المتعاملين. جميل. النتيجة ممتاز. هذا الدكتورة يعني أكيد عائد أيضا مو بس لي يعني الأنشطة والتعامل مع الموظفين، ولكن أيضا مستوى التجهيزات المتوفرة في هذا المركز. طبعاً. مركز طبعاً. سعادة كبار السن، خبرينا عن مستوى طبعاً. التجهيزات اللي موجودة عندكم. طبعا المركز كله مجهز لأصحاب الهمم، وفي يعني في هذا السياق بعد أحب أقول نحن فزنا مؤخرا قبل شهر في جوائز الصحة كأفضل مركز لعلاج أصحاب الهمم. المركز مجهز لكبار السن، المركز من ناحية سواء الأجهزة الطبية التمريضية أو أجهزة العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل أو حتى الأطباء المتخصصين. وفي هذا السياق بعد أذكر أن إحنا سوفار إحنا المركز الوحيد اللي الأطباء اللي شغالين فيه متخصصين في طب المسنين والشيخوخة بدرجات علمية عالية. نعم. دكتوراه وماجستير في طب المسنين والشيخوخة، وهذا شيء يفرق لما يكون الطبيب متخصص في هذا المجال، يقدر أنه يشخص حالات كبار السن بشكل أفضل، يعالج، يكتب أدوية، غير على لما يكون الطبيب جي بي أو ممارس عام. صحيح. فهي شغلة بعد من الشغلات اللي تميز مركزنا. دكتورة سلوى، تكلمت عن بعض الخدمات المقدمة، بس بعد نذكر الخدمات الثانية اللي تقدمونها أنتم في مركز سعادة كبار السن. طبعا الخدمات التمريضية في المقام الأول، وعندنا طاقم تمريضي في منتهى الروعة، يهمه جدا 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 نوعية الرعاية التمريضية اللي تقدم لكبير السن. عندنا طبعا يعني نسبة تكاد لا تذكر من التقرحات السريرية، هذا يدل على شو؟ لأنه مهما كانوا حتى لو كانوا في بعض المرضى طريحين الفراش، الرعاية التمريضية بما أنها efficient أو يعني متميزة، لاحظنا أن فعلا الحمد لله بسبب الرعاية المتميزة هذه ما في تقرحات سريرية. نعم. هذا بالنسبة للرعاية التمريضية. وطبعا النظافة الشخصية وخدمات التغذية، عندنا أخصائية تغذية سريرية موجودة، وجود المطبخ بحد ذاته في المركز. يهمنا أن المسن يأخذ أو يعني يأكل الأكل المناسب للحالة الصحية اللي عنده. طبعا وجود الطاقم الطبي، الأطباء المتخصصين مثل ما ذكرت، وخدمات إعادة التأهيل بكافة أنواعها سواء كانت العلاج الطبيعي أو العلاج المهني، وفي غرفة للاسترخاء تعتبر الأولى من نوعها في المركز،
وطبعا في الأخصائية الاجتماعية والسوشيال وركر والموظفين الإداريين والكل يعمل لي بمالتي ديسيبلينري أو بفريق عمل متكامل يكون الفوكس أوف الانترست أو يعني محط عمل هذا الفريق هو المريض. طيب كل هذه الخدمات يعني وكل هذه الأشياء اللي ذكرناها يعني تبعدنا عن المفهوم التقليدي، تعرفين يوم يقولون واحد يوم ياخذ يعني شغلة مو بحلوة أن واحد يودي يسمونه في بعض البلدان أو بعض الأماكن دار العجزة ولا مركز الشواب ولا شو ما كان، أنتوا غيرتوا إلى مركز سعادة. احنا غيرنا هذا الفكر، احنا شغالين على هذا الموضوع، يعني هذا نهج عندنا في مركز سعادة كبار السن ان احنا نغير الفكرة السلبية اللي موجودة لدى بعض فئات المجتمع عن دور رعاية المسنين انها دور عجزة او اماكن سلبية. احنا كنا نلاحظ الناس، انا دوم اسألهم سؤال ان الزوار اللي يجونا لأول مرة اقولهم انتوا كيف توقعتوا المركز يكون؟ ففي وايد ناس كانوا يقولوا لي دكتور احنا توقعنا ندخل نلقى شواب يصيحون لان اهاليهم عقوهم في هالمكان وروحوا. صحيح. والحين شو شفتوا؟ قالوا لنا لا بالعكس احنا شفناهم فرحانين ومستانسين ومبسوطين، ابدا مش هذا اللي كنا نتخيله. جميل. فبالتالي احنا هذا اللي قاعد نسعى له، نبغى نغير الفكر، نبغى نشل الفكرة السلبية. والحمد لله اي ثينك اعتقد ان احنا نجحنا في هذا الشيء، لانه في سنة 2012 كان عندنا 40 مراجع خارجي، حاليا عندنا فوق 150 مراجع خارجي. Outpatient. لما أقول مراجع خارجي يعني شخص قاعدي من بيته بإرادته بشكل يومي يتلقى العلاج ويروح. And he keeps on coming. يعني يتسمون مستمرين معنا هم. هذول الناس لو ما كانوا شايفين في المركز شيء إيجابي ولو ما كانوا حابين المكان، لو كانوا ينظرون له بنظرة سلبية ما كانوا راح يستمرون معنا. صحيح. راعي البيجو بعده موجود ولا؟ موجود. سلمي عليه وايد. هذا ما شاء الله واحد من الشباب يوصل للمركز بروحه بسيارته يجي ويدخل ينزل ويركب على الويلتشير. ما شاء الله عليه. عموما نحن شاكرين لك دكتوره سلوى. في عندكم مكان حق دكتوره ندى بعد كم سنه؟ اتطوع لا عقب كم سنه عشان كم ترى 4-5 سنوات وخلاص يعني. عموما شكرا لك دكتوره سلوى سويدي مدير مركز سعاده كبار السن، هذا الاسم الجديد لهذا المركز. كل التوفيق لكم. شكرا جزيلا. شكرا لك. المركز بالفعل دكتورة يعني يعطينا تعرفين مثل شو، مثل الواحد اللي دخل هذا المركز يحس بسعادة. هو هاي الغرض محمود، ان الكبار السن يعني ما يكون روحه، يروح مكان يلاقي حد يتكلم معه، وجزء كبير من علاج كبير السن هو ترى يحس حد يتكلم معه ويلاقي الرفقه الحلوه نفس مركز سعاده كبار السن. صحيح. يعني حتى يسووا لهم وايد فعاليات، لكن تشوفي بقول لك حتى احيانا شو اللي يستوي تنظم هذه الفعاليات وكذا، هم يعرفون ترى هذين اللي جايين بس ان يبون يصورون وشو ما ادري كذا. هي. ما يسووا لهم سالفه المتطوعين قصدك يعني اللي يصير؟ لا في بعض الشخصيات انه سار وزار كبار السن ويبغى يصور في السوشيال ميديا انه هو سوى هذا الشيء. نعم. يعني النيه حق رب العالمين الواحد اذا بيسوي شيء. صحيح. زين لكن هم يعرفون يحسون هي بالضبط. يضايجون من هذه ما يعطون وجه. اي لكن اذا الواحد جاي يسولف ياهم ويضحك وكذا وياي بس عشان يعني يونسهم هم يعني هو يتونس هم. اصلا بالضبط. في المقام الاول. صحيح. القعده معاهم تونس. صح 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 محمود بالضبط. والله لازم تعرف لازم كل حد يخصص من اسبوعه ولو يوم ساعتين او ثلاثه يصير يقعد هناك ويسولف مع كبير السن ويستفيد. ترى وايد نستفيد منهم. صح. من خبرتهم من حكمتهم من كلامهم. بيعطونك حكم يمكن انت عمرك كله وعشته ما راح تستفيد، ما حد راح يقول لك هالكلام. فممكن والله هاي دعوه انه ولو ساعتين في الاسبوع اكيد نحصل وقت ساعتين مني او هناك نسير. انزين نحن وصلنا على الفاصل، بعد الفاصل ان شاء الله بنستقبل معانا يعني مجموعه من الاطباء. معانا بيكون ان شاء الله على راسهم دكتور فهد باصريب استشاري ورئيس قسم امراض القلب والقسطره في مستشفى راشد، بنتكلم عن حاله يعني انقذوها، كانت مسنه في عندها عمليه معقده. شو هي هذه العمليه؟ شو تفاصيلها؟ بناخذها مع الدكتور فهد باصريب والفريق المصاحب له. فاصل وراجعين. صحه وسعاده.
سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. ذكركم أرقام التواصل 600551414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. نجح فريق القلب في التصحب دبي خلال عملية دقيقة جرت للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وبمساعدة من قسم الأشعة التداخلية في مستشفى راشد في إنقاذ حياة مسنة خليجية تتجاوز عمرها 78 سنة بعد أن حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من أمراض عدة من السكري، الضغط، وضعف وظائف الكلى، ورجفان أذيني وغيرها من الأمراض. ازدادت حالة المرضى تعقيدا خلال تحضيرها لتبديل الصمام، واكتشف الأطباء معاناتها أيضا من تضخم وعائي شديد في الشريان الأبهري في منطقة البطن ومشاكل أخرى. بنتكلم عن تفاصيل العملية وغيرها وحالة المريضة معانا الدكتور فهد باصليب استشاري ورئيس قسم أمراض القلب والقسطر بمستشفى راشد، والدكتور أيمن السباعي استشاري الأشعة التداخلية في مستشفى راشد. صباحكم ورد. صباحكم الله بالخير. صباح الخير. دكتور، أول شيء يعني نبغي نعرف حالة المريضة شو كانت وليش هذه العملية قلنا أنها هي الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط. أوكي. طبعا المريضة هي مثل ما ذكرت الدكتورة ندى في السبعينات من عمرها، خليجية الجنسية، في صحة طيبة عامة بما أن عندها بعض الأمراض بعد، ولكن كانت تعاني من ضيق شديد في النفس وتم تشخيصها بتضيق في الصمام الأبهر. ونظرا لعامل السن ونظرا للأمراض الأخرى، فكعمل جراحي أو تدخل جراحي ما بتتحمل أي عملية. وطبعا احنا عندنا فريق متخصص في قسطرة، تبديل الصمامات بالقسطرة، معترف فيه دوليا. أوكي. مدربين أنتم ما شاء الله عليكم، تدربون دوليا حتى. نعم الحمد لله، اللهم لك الحمد، توفيق من رب العالمين. فالفريق هذا يعني صراحة هاي فرصة بعد أن أنا أشكر الفريق كامل، يعني من كل شخص في الفريق قام بالعمل يعني. فهاي قبل ما نظلم أي حد حقه، فريق كبير، فريق متعاون، ونجاح العمل بنجاح الفريق وروح الفريق اللي موجودة. طبعا دكتور أيمن بعد جزء من الفريق لأنه دائما نلجأ له في هاي عمليات تبديل الصمام. الشيء الفريد في الحالة هذه أنه ما كانت تعاني فقط من تضيق في الصمام الأبهر. خلال فحوصات طبعا احنا نشوف المسار مالنا من الفخذ إلى القلب. نعمل أشعة مقطعية، ودكتور أيمن دائما يقرأنا هالأشعة في كل الحالات. فتفاجأنا في هالمريضة أن عندها تضخم وعائي شديد في منطقة البطن، يعني واصل حدود 7 سنتيمتر. صح دكتور أيمن؟ صح. ايه. والعادة يعني ما يتعدى 4 سنتي المنطقة هاي. بالإضافة إلى تمزق مزمن داخل التضخم هذا، بالإضافة إلى الالتواء الحاد 120 درجة، يعني بعد التضخم تمر عبر التضخم في التواء حاد 120 درجة بالإضافة إلى تكلس. فهنا صعوبة الحالة كانت. يكفي أن تبديل الصمام عن طريق القسطرة في المسنين عملية صعبة، لكن بالإضافة إلى وجود هذه التعقيدات اللي موجودة هنا، طبعا عقدنا اجتماعات، شاورنا مع الدكتور أيمن جميع الزملاء في الفريق من أطباء الإيكو، زميلنا في الفريق دكتور جاسم الهاشمي، فريق جراحة القلب، فريق جراحة الشرايين. أن شو أفضل حل هالمريضة؟ طبعا لما يكون في تضخم بعد في الشريان الأبهر في منطقة البطن تبديل يكون التدخل جراحي، صمام الأبهر تدخل جراحي، بس في هالمريضة التدخل الجراحي يعني out of the equation، برا المعادلة، ما نقدر نفكر فيه. طبعا بعد دراسة مستفيضة لكل الفحوصات قررنا أن نقوم بتبديل الصمام وتصليح الشريان الأبهر في نفس الوقت. نعم. وتم التحضيرات بناء على هاي الحالة. نعم. طبعا دكتور أيمن بيشرح لنا موضوع التضخم الوعائي اللي موجود. نعم. كيف تم التحضيرات لأنه كان في تجهيزات معينة.
نعم دكتور أيمن، بما أنك أنت جزء من الفريق فتعطينا التحضيرات والكفاءات الأخرى الموجودة معكم أصلاً في الفريق واللي ساعدتكم في علاج الحالة أيضاً. بالضبط، مثل ما ذكر الدكتور فهد أنه بعد ما تم تشخيص الحالة عقدنا اجتماع وحطينا خطة كيف لازم تعالج المريضة. فكانت الخطة أنه التحدي بهاي الحالة أنه لازم صمام القلب يمر عن طريق الأبهر ليوصل لمنطقة الصمام. نعم. ففي حال وجود التواء شديد في الأبهر فالصمام في احتمال أنه ما يقدر يوصله. نعم. فكان لازم أول شيء نعمل تصحيح المسار، تصحيح المسار صحيح. مشان الصمام يمر بالضبط. فقمنا بوضع هاي الخطة أنه نجيب أجهزة معينة لتصلح المسار. نعم. وبعدين يقوم الدكتور فهد بتركيب الصمام. وبعد انتهاء الصمام نصلح التضخم عن التضخم اللي هو بالأبهر. لأنه وصل 7 سنتي لأنه فوق 5.5 سنتي لازم يتعالج لأنه نعم. نسبة الانفجار لهذا التضخم مثل بالون كيف الواحد ينفط ممكن ينفجر. فقمنا بطلب شبكة مبطنة ملتوية عشان تركب بنفس المكان بالأبهر وتصلحهم. طيب شو يعني الاستشاري الأشعة التداخلية؟ كلام حلو. أيوة الأشعة في نوعين، في أشعة التشخيصية اللي هي مثل ما تعرفوها السي تي سكان الـMRI الأشعة العادية وفي القسطرة أوكي أو عمليات عن طريق السي تي سكان تستخدم. نعم. فالقسطرة مثل ما هو معروف أن الدكتور فهد كل الناس مثل ما بتعرف قسطرة للقلب. لكن في قسطرة للدماغ، في قسطرة للرجلين، في جلطة بالرجلين، في جلطة بالدماغ، في نزيف بالدماغ. هذا اليوم معظمه يعالج عن طريق القسطرة. ففي اختصاص ثاني وهذا اللي يسموه الأشعة التداخلية، هي تكون يعني أشعة ولكن تعاون في العملية الجراحية أو في التدخل اللي يستوي يعني. استخدام الأشعة للوصول للمنطقة التي يتم في حالة هذه المريضة يعني. كان دوركم كبير دكتور أعتقد. طبعا أنا دكتور قبل أن نطلع شوي بس برع الموضوع لأن الحالة ما شاء الله دكتور أنتوا سويتوا وايد أشياء أكثر من أنه بس مجرد أن الواحد يعني صمام. يعالج الصمام أو نعم. هو طبعا تم يعني خلال المرور في هالمنطقة يعني كنت أشوف عيون الفريق لما إحنا نمر عن طريق التضخم هذا اللي موجود، لأن أي شيء حركة خارج المسار أوكي ممكن نؤدي إلى تمزق الشريان أو انفجار الشريان. صحيح. بالإضافة إلى الالتواء، يعني لما وصلنا منطقة الالتواء هذه يعني يمكن قلوب الفريق كلها وقفت حتى نعم. نعدي هالمرحلة، لكن باستخدام بعض الوايرات تم يعني الانعواج بالطريقة هذه 120 درجة تم تصحيحها شيء. استخدمنا بعض الوايرات اللي هي القوية جدا. وطبعا كان في جراء أن تستخدم وايرات قوية ويابسة في منطقة التضخم هذه بالضبط. ومثل تكون ما ضعيفة تكون ضعيفة تكون مثل البالون، يعني مثل كل ما تنفخ البالون الجدار صح. يضعف زيادة صح. فإذا هالواير بس طلع عن مساره ممكن يعني كارثة في على الطاولة. فمن مجرد أن احنا عبرنا هذا يعني حتى شفنا في عيون الفريق أن كل واحد ارتاح أن عبرنا هالمنطقة هذه، وتم تبديل الصمام. وبعدين دكتور أيمن وفريقه قاموا بتصليح المسار وتركيب الدعامة المبطنة اللي كانت مجهزة خصيصا لهذه الحالة. يعني طبعا جدير بالذكر أن هالعملية ما كانت تحت التخدير الكامل، كان بنج موضعي مع منوم فقط. يعني هذا بعد كانت واعية هي يعني نص منوم لأن ما بتتحمل البنج الكامل. بالضبط صحيح. طبعا احنا الشيء اللي يذكر وذكرت محمود ليش ان هالعملية يعني فريدة من نوعها. طبعا احنا في طور نشر هذه العملية في مجلة علمية عالمية بالإضافة إلى تقديمها في أحد المؤتمرات العالمية. مصورينا فيديو مصورة هاي حالة نادرة فعلا. فلما عملنا بحث في عن الحالات المماثلة اللي اجريت ما وجدت غير يمكن حدود 4 حالات في العالم اللي تم العمل تصليح المسار وتبديل الصمام في نفس الوقت. يمكن 4 حالات، حالتين في أمريكا
وحالتين في أوروبا، ما أذكر أي دولتين. يعني تعتبر أول حالة كان في الشرق الأوسط. كأول حالة في الشرق الأوسط. بنفس الطريقة، نفس البروتوكول اللي سويته ولا في؟ نعم بنفس البروتوكول، بس الحالة اللي عندنا أكثر تعقيدا. يعني إحنا كان أوكي في بعضهم اللي هو في التضخم الوعائي، صح دكتور أيمن؟ بالضبط. بس هذه زيادة في الصعوبة، أن بعد التضخم الوعائي في منطقة ملتوية. صحيح. صحيح. فهذا يزيد الصعوبة أنك تعبر هذه المنطقة. الحالات اللي قبل نفس الشيء في بعد التواء ولا؟ لا ما في كان فيها التواء، بس تضخم. كان يعني في هذه أول حالة. أول يعني حالة. تعتبر أولى يعني. تعتبر وبعدين أولى. وبعدين بنسبة زاوية 120 درجة. التواء حاد يعتبر. التواء حاد هذا. هي. نعم نعم أكيد. إذن هل المشاكل الصحية اللي كانت عندها المريضة شو حالتها اليوم؟ موجودة في البيت ولا بعد في المستشفى؟ طبعا العملية أجريناها في الأسبوع الأول من هالشهر هذا. تمت في المستشفى عدة أيام. ثم غادرت المستشفى. الحمد لله. السبب اللي خلاها تجلس في المستشفى كم من يوم زيادة. إن عندها هي مرض النقرس. نعم. أوكي فاستوى عندها التهاب روماتيزم مال النقرس. فتمينا بس نعالجه حق النقرس. فحتى المريضة وهي مروحة تقول أنا ما بتذكر شيء من اللي سويتوه غير التهاب الروماتيزم اللي يعني. سبحان الله. سبحان الله. دكتور أيمن، أنت بمك التخصص عندك استشار، أنت استشاري في الأشعة التداخلية. شو ندرة مثل هالحالات وهالمريضة كيف كان ممكن تكتشف المرضى اللي عندها ما شاء الله اللي عندها التواء وعندها تضخم، كيف كان ممكن تكتشفها لو ما كان عندها الأعراض؟ مرض تضخم الشريان الأبهر هو بسموه aging disease، يعني مع الكبر بالسن. نعم. نسبة وجوده بالناس اللي عمرها فوق 50 سنة يعدل 4%. يعني كل واحد عمره فوق 50% 4% من 100 واحد في 4% عندهم تضخم بالشريان الأبهري. سير فحصي. هي مفروض صراحة أتبع صحتي وأصير أفحص. فعادة هذا التضخم ما له أي أعراض. الأعراض تبعه يكبر حجمه، يصير بحجم معين، يعمل ضغط على أشياء تانية مجاورة له أو ينفجر. لحظة. نعم. لحظة إذا انفجر الوفاة 99%. نعم. إلا إذا إجى المريض على المستشفى في وقت كان ظروف إنه بسرعة وصل تدخل. نعم. وصار في تدخل سريع. صحيح. نحن ننصح إنه أي واحد عمره فوق 55 سنة. نعم. وخاصة إذا كان مدخن، لأنه المدخن تزيد نسبة هاي 4% ترتفع ل 7 و8%. ركز لي على المدخن دكتور. الله يخليك. رسالة المدخنين بالضبط. إذا كان مدخن ومزمن وكان يعاني من أمراض تانية مثل السكري، مثل الفشل في الكلى. نعم. إنه لازم يروح يفحص. الفحص سهل، هو عبارة عن طريق السونار أول شيء، الألترا ساوند. لا في داعي لا أي مادة إشعاع زبيدية أو. نعم. أو لا أي إشعاع. نعم. ممكن بس عن طريق الألترا ساوند البطن. ممكن واحد يكتشف هل في تضخم وهل في حاجة لعلاجه. صحيح. إذا تقرر إنه في علاجه لازم يلجأ بعدين لعدد فحوصات سي تي سكان ونعمل له تخطيط لتفصيل الشبكة، وممكن نعم. الشبكة تنعمل عادة بتخدير موضعي مثل ما ذكر الدكتور. نعم. فهد بصمير. ممتاز. دكتور فهد، نرجع للفريق، فريق صحة القلب في هيئة الصحة بدبي، شو الكفاءات الموجودة ومنو الأعضاء الآخرين عندكم بعد ضيف الفريق؟ طبعا الفريق يتكون من عدة تخصصات. أطباء قسطرة موجود معي بالإضافة إلى طبيب القسطرة الدكتور جاسم من مستشفى دبي. طبعا هو بعد هذا الفريق مميز أنه يضم كفاءات من مستشفيين، يعني من مستشفى دبي ومستشفى راشد، عشان كذي سمينا فريق القلب في هيئة الصحة. في أطباء بعد اللي هم الموجات الفوق الصوتية، لأن طبعا هذيل راح يشوفوا، راح يشخصوا الحالة أول شيء وراح يعطونا شو مقاس الصمام، لأن هناك في مقاسات متعددة. في عدة أطباء معانا في فريق الموجات فوق الصوتية. في طبعا فريق الأشعة التشخيصية اللي منهم الدكتور أيمن، لما نعمل الأشعة المقطعية للمسار من منطقة الصدر إلى منطقة الفخذ، لأن هذا المسار اللي احنا بندخل منه. طبعا في فرق تكون باك اب أو سبورت، مثل فريق جراحة القلب، فريق جراحة الشرايين. طبعا عندنا المخدرين من مستشفى دبي ومن مستشفى راشد كذلك. طبعا الطاقم التمريضي والطاقم الفنيين، يعني أصبح اليوم ما شاء الله عليهم كلهم عندهم خبرة، والناس تستعين بخبراتهم من دول أخرى بعد، خاصة في هالفريق.
طبعا الفريق هذا لا يقتصر الحين على تبديل الصمامات، طبعا بدينا الخطوة الثانية اللي هي زراعة الفلتر في الزائدة الأذينية لمرضى الرجفان الأذيني اللي ما يتحملون مسيلات الدم. شوي شوي دكتور، شو هذا مسمى طويل دكتور بعد حب عليهم. طبعا في مرضى الرجفان الأذيني اللي هو عدم انتظام ضربات القلب، هذين يكون معرضين للجلطة الدماغية نتيجة تكون تخترات في منطقة الأذين، وفي في الأذين منطقة زائدة شي نسميها الزائدة الأذينية. حجرة من حجيرات القلب يعني. نعم، حجرة من حجيرات القلب. الأذين والبطين. الأذين والبطين، بس في ملحق بعد في الأذين. زين، فهذا الملحق 90% من التخثر يتكون في هذا الأذين. ملحق حق الخدام مال أربع حريم. زين، القلب وملحق حق شو اسمه محمود يصر على هالموضوع. كل ما تي دكتور فهد يقول لك لأن شكله من الناس المعددين، لكن احنا من الموحدين الحمد لله. بارك الله فيك دكتور فهد. فهاي الزائدة الأذينية 90% يتكون فيها التخثر، فنعطيهم مسيلات للدم بس للدم. ففي بعض المرضى يتعرضون لنزيف الدم فما يقدر نعطيه المسيلات، فاخترعت هالطريقة لعزل هالمنطقة الزائدة الأذينية عن بقية الأذين، وتتم هاي عن طريق القسطرة. فهاي احنا بدينا في هالمشروع في 2017، والحمد لله اليوم عملنا عدد جيد من هالحالات. طبعا في خطط مستقبلية ان شاء الله، في حينها بنذكرها لكم ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. انا قبل لا اختم بس اذا تسمح لي ناصر، بما ان نحن شوية طلعنا من التخرين، أعطني دقيقة زيادة نأخذ كلمة أخيرة من الدكتور أيمن السباعي ومن الدكتور فهد. تفضل دكتور. بالبداية مثل ما قال دكتور فهد، بدي أشكر جميع العاملين بالقسم عنا، لأنه والتعاون اللي صاير بين الأقسام المتعددة في مستشفى راشد ومستشفى دبي وجميع مستشفيات هيئة الصحة، أنه جميع الأقسام تتعاون مع بعض عشان تعالج مريض، وليس كل قسم لحاله منفرد لحاله. فشكر للجميع على التعاون. نحن يوم من الأيام دكتور بعد بنيبك نتكلم شوية بشكل مفصل عن الأشعة التداخلية. نعم. إن شاء الله. تفضل. طبعا دكتور أيمن يعني أنا أسميه بطل خلف الكواليس، لأن معظم الحالات اللي تستوي تمزق في الشريان يحاولون لياها، جلطة دماغية يحاولون لياها، فهو بطل خلف الكواليس يعني. كلكم بطل دكتور. في النهاية أنا أول شيء أشكركم على الاستضافة، أحب أني أشكر أعضاء الفريق في هيئة الصحة. شكرا. ولولا التخطيط السليم وتضافر الجهود وفوق هذا كله توفيق رب العالمين ما كانت نجحت هالحالات. في النهاية شكرا جزيلا. شكرا دكتور فهد باصري استشاري ورئيس قسم أمراض القلب والقسطرة في مستشفى راشد، وكل الشكر أيضا الدكتور أيمن السباعي استشاري الأشعة التداخلية في مستشفى راشد. فريق مميز جدا، يعطيكم العافية، أنقذت حياة الكثيرين. فيعني هذه من أكثر الشغلات اللي الواحد ممكن يشوفها كمكافأة ربانية، يعني الواحد ممكن أنه يكون موجود ويوصل لكم. فيعطيكم ألف عافية. شكرا لكم دكتور. ها دكتورة. هلا. شو هلا بنختم. لكننا مشغولين مع ضيوفنا طول الوقت، فشاكر لك وجودكم معنا. وإحنا نشكر ناصر السليمي طبعا في الإخراج، في التنسيق نجات، يعطيك ألف عافية نجات، شكرا لك. الحين شوفي يتصلون فينا المكالمات والمسجات على آخر البرنامج. وينكم بداية الحلقة يا جماعة؟ زين، عادة نحن ما ذكرنا وايد، تبغين الصدق هذا خطأ، نحن المفروض أن تتذكرين أكثر. عموما نلقاكم إن شاء الله في الغد. ولن نلقاكم في الغد، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.